السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم أعزائنا المشاهدين في هذه الحلقة من لقاء خاص. في لقائنا لهذا اليوم نتحدث عن الوقف الإسلامي، ماهيته وتطبيقاته، ولا سيما في تركيا، من خلال الحديث عن وقف الدعوة والأخوة في تركيا، أبرز اهتماماته ومجالات عمله، كما نتساءل عن أبرز التوجهات والتيارات الفاعلة والمؤثرة في هذه البلاد. هذه المحاور نناقشها مع ضيفنا الكريم الدكتور معروف تشيليك، رئيس وقف الدعوة والأخوة في تركيا. مرحبا بك معنا دكتور. مرحبا بكم، حياكم الله، بارك الله فيكم. دكتور، قبل أن نبدأ بالحديث عن أبرز التيارات الفاعلة في تركيا، عن الوقف بمفهومه الواسع والتطبيقات الموجودة هنا وكثير من المحاور والقضايا، بودنا أن نبدأ معكم من بعد شخصي يتعلق بكم. أنتم درستم أساسا في المدارس الشرعية وتعلمتم اللغة العربية فيها، وانطلقتم من ذلك إلى دراسة الطب حتى أصبحتم يعني طبيب أطفال وتعملون في هذا المجال. كيف بدأتم في ذلك الوقت، أو كيف كانت تبدو المدارس الشرعية في ذلك الوقت التي تعلمتم فيها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية أشكركم على أعطائكم هذه الفرصة الثمينة، حياكم الله، وأشكر المشاهدين الكرام أيضا إن شاء الله، وأحييهم وأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا من مواليد 1974، من محافظة ماردين، تقع في شرق تركيا. تقريبا في السنة الثامن أبي يعني أرسلني إلى المدارس الشرعية في المنطقة، فدرست في المدارس الشرعية هناك، يعني في خاصة في شرق تركيا، 8 أعوام. وفي المدارس الشرعية الأهلية ماذا يدرس؟ أريد أن أقول شيء سريعا عنهم. يدرس فيها العلوم الشرعية وعلوم اللغة، يعني أقصد النحو، الصرف، البديع، المعاني، والعلوم الشرعية أيضا، يعني الفقه، الحديث، السيرة، التفسير، وعلوم الأصول. وتقريبا المدارس يعني 7 سنوات إلى 10 سنوات، ممكن طالب يعني يكمل في 7، ممكن واحد يكمل في 8 أو في 9 و10 سنوات. وبعد التخرج من المدارس الشرعية التحقت بثانوية الأئمة والخطباء، وبعدها التحقت بكلية الطب، وبعدها درست 5 سنوات صحة الأطفال وأمراضهم، والآن الحمد لله أعمل كطبيب أطفال في إسطنبول أيضا. وتشكل وقف الدعوه، الان اترأس وقف الدعوه والاخوه ايضا. نعم. بشكل مختصر هكذا. نعم، جميل. نعم. كل التوفيق نتمنى لكم دكتور ان شاء الله. الله دكتور، يعني اذا علاقتك بما سنتحدث به هي علاقه وثيقه جدا. نعم. بدات منذ سنوات الطفوله عندما كنت واحدا من الذين. نعم. درسوا في هذه المدارس. نعم. ولعلك من الحريصين جدا على استمرارها. نعم. استمرار هذه المنظومه، منظومه العمل. لكن دكتور، انا بودي ان اتعرف اكثر على ماهية مفهوم الوقف بالنسبة لكم في تركيا. ونحن لاحظنا من خلال الاطلاع على ذلك أن الأتراك من أكثر الدول الإسلامية التي تهتم بالوقف، وله تطبيقات كثيرة في عدة مجالات، في التعليم وفي الصحة وفي المسائل الشرعية، هناك تطبيقات كثيرة. هل تعطينا وتحدثنا عن لمحة حول هذا الموضوع؟ جزاكم الله خير كثير. في الحقيقة يعني في تركيا، سواء في الحاضر وفي التاريخ، يعني كان للوقف أو لمؤسسة الوقف أهمية كبيرة. يعني قبل سنة يعني استغربت شيئا، زارنا إخوة في الجزائر، قالوا لنا يعني نريد أن نوسع يعني ثقافة الوقف في الجزائر، وقالوا للأسف ثقافة الوقف في الجزائر ضئيلة جدا، يعني حتى الناس حينما تقول جمعية يثقون بهم، ولكن حينما تقول مؤسسة وقفية للأسف لا يثقون بهم. فاستغربت هذا، قلت في تركيا العكس، يعني الوقف، مؤسسة الوقفية، يعني لها، يوجد لها ثقة واعتماد كبير، سواء من الحكومة، من مؤسسة الدولة، وسواء من الشعب. يعني في الحقيقة الوقف يعني كتعبير أو كاصطلاح، اصطلاح إسلامي، يعني وقف إسلامي، وهذا في الثقافة التركية، في تركيا، سواء بين الأفراد وسواء بين الشعب وسواء بين مؤسسات الحكومة، لها ثقلها، لها اعتبارها، لها أهميتها. على سبيل المثال الأفراد، يعني أنا أتذكر في قريتنا خاصة المسنون كانوا يعني يجعلون شيئا من مالهم للوقف. كان يقول حينما أموت
يعني أوصي بالعقار الفلاني أو المبلغ المالي فلان يكون وقف. وقف لماذا؟ وقف للأيتام، وقف لرعاية المسجد، وقف لرعاية الأرامل على سبيل المثال، أو وقف لأي طالب العلم أو لبناء المساجد أو كذا وكذا هكذا. وحينما نقرأ في التاريخ يعني سواء في العهد العثماني سواء في العهد السلاجق أو قبلهم، نرى دائما يعني يوجد اهتمام كبير بالمؤسسات الوقفية. وشيء مهم هذا، تركيا يعني خاصة بعد للأسف يعني بعد تأسيس الجمهورية الجديدة، يعني بعد انتهاء العهد العثماني وتأسيس الجمهورية، ألغوا كثير من مصادر الوقف. فبعض المؤرخين يقولون نستطيع أن نقول خمس تركيا على الأقل يعني من العقارات وقفية، يعني حتى بعض المدن يعني يقولون المدينة الفلانية نصفها وقفية، يعني بمعنى نصف العقارات نصف الدكاكين نصف العمارات نصف الأراضي وقفية كذا. في بعض الأحيان حينما نزور بعض القرى نرى نصف القرية أو ثلث القرية من الأراضي وقفية، يعني واحد يعني جعلها وقف يعني في سبيل الله. هذا يعني أن ثقافة الوقف متجذرة في ثقافة وشائعة الأتراك. يعني أقصد يعني بأبعادها الكثير، يعني بين الناس البسطاء هذه ثقافة موجود. يعني تلاحظ قروي في قرية بعيدة على رأس الجبال ليس له ثروة كبيرة، يعني هو فقير، يعني عنده يعني ثلاثة أو أربع عقارات صغيرة، ولكن يقول هذا العقار الفلاني يكون وقف، وقف للمسجد على سبيل المثال، يصرف ريعها على المسجد أو على طالب العلم أو كذا. وبين المؤسسات الحكومية أيضا، وبالمناسبة في تركيا يعني يوجد إدارة كبيرة تابعة لوزير الداخلية يراعي شؤون الأوقاف في تركيا، يعني بمعنى المؤسسات الوقفية في تركيا يعني يراعيها الحكومة، وهذا يكون تحت مظلة وزارة الداخلية. والنقطة الثانية، الوقف تعتمد بقرار المحكمة ليس مثل الجمعية. يعني الجمعية أنت تجمع فريق وتكتب لائحة وتقدم طلب للجهة المعنية بها فتحصل على رخصة للجمعية، شيء بسيط يعني. لهذا حينما تقول الجمعية الفلاني في وسط تركيا، الناس ممكن لا يثق بها أو لا يكون لها ثقل يعني. ولكن حين تقول المؤسسة الوقفية بمعنى هذا ليس شيء بسيط يعني. نعم. يعني نعم أنت هناك من حيث التشكيل، من التشكيل أو من حيث التجهيز، بمعنى أنت جهزت فريق، أنت أحضرت أو جهزت مبلغ. نعم. يعني مهم للمشاريع الذي تريد أن تفعل فيه تعمل فيه، وأنت قدمت طلبا للمحكمة، والمحكمة تقريبا بعد سنة أو نصف سنة أو أكثر من هذا درس الموضوع ورأى الجدية وهو اعتمد يعني. نعم. فالمحكمة يعتمد على هذا فيكون قرار شيء هكذا. فلهذا مثلا ليس من صلاحية الحكومة أو أي موظف آخر يعني أن يوقف أو وقف يعني، يحتاج أيضا تحتاج إلى قرار المحكمة. نعم، قرار محكمي فيكون لها على أساس. هذا أيضا. نعم. مهم يعني. ولنا كيف تبدو أحوال الوقف الآن في تركيا دكتور؟ في تركيا أيضا الآن يعني حسب الإحصائيات الرسمية الآن يوجد أكثر من 5000 أوقاف، يعني 5000 وقف، مؤسسة وقفية في تركيا. والوقف كيف تعمل؟ يكتب في سندها، في سندها القانوني يعني صلاحياتها إمكانها، يكتب هذا. ويقول على سبيل المثال مثلا في تركيا فتح يعني فتح الجامعة الخاص من حق الوقف فقط. يعني أي مؤسسة أخرى أو رجال أعمال رجل أعمال أو أي مؤسسة لا يستطيع أن يفتح يعني جامعة خاصة. نعم. يعني فتح الجامعة من صلاحية الحكومة، الدولة يفتح الجامعة مثل جامعة إسطنبول ومن والمؤسسات الوقفية. فحينما ترى كل الجامعات الخاصة في تركيا هي جامعات تابعة لمؤسسة وقفية. نعم. ماذا عنكم دكتور في وقف الدعوة والأخوة؟ ما أبرز اهتماماتكم، مجالات عملكم؟ وقف الدعوة والأخوة الآن يوجد لها فروع وشعب في أكثر من 30 محافظة في تركيا. لدى أعمال متنوعة في مجالات مختلفة، ولكن بشكل عام أستطيع أن أقول 70% من أعمال المؤسسة تقع في العمل الطلابي. في العمل الطلابي يعني ذكور أو إناث، سواء في الابتدائية، في الإعدادية، في الثانوية، في الجامعة وما بعد الجامعة الدراسات العليا، وأيضا في إعداد الدعاة، في إعداد العلماء الشرعيين أيضا مقارنة بهذا.
يعني بمعنى هذا الطالب في الثانوية، وفي نفس الوقت نؤهله كي يكون عالما، أيضا نراعي هذا أيضا. ومع هذا يوجد يعني أعمال تربوية، أعمال نسائية، عمل النساء أيضا، أعمال اجتماعية، أعمال إغاثية، أعمال يعني نقول عمل الإنساني. وبالمناسبة يعني يوجد تقريبا أكثر من 30 مؤسسة نوعية تتبع للوقف، بمعنى يعني مؤسسة تحارب الإدمان فقط، مؤسسة علمية تعمل في مجال الإعدادية فقط أو في الثانوية فقط، أو مؤسسة تعمل في الجامعة فقط، أو مؤسسة تنظم ترتب الأعمال المخيمية، الأعمال الكشفية بماذا القبيل، أو مثلا مؤسسة تعمل في المجال العلمي فقط. هكذا يعني. لديكم اهتمام خاص بالشباب ذكورا وإناثا. لهذا نقول كما تفضلتم، يعني أستطيع أقول يعني 70% من أعمالنا أعمال طلابية، يعني أعمال هكذا يعني. من خلال ماذا يعني؟ ما هي طبيعة الأنشطة التي تقومون بها من أجل الشباب؟ هل هناك مثلا مدارس أو مؤسسات تهتم بمجالات معينة؟ لنا الآن 23 مؤسسة، مدرسة مدارس شرعية أهلية. في هذه المدارس تقريبا أكثر من 1000 طالب مبيت يعني داخلي نقول. يعني بمعنى الطالب يقرأ في نفس المكان، ينام في نفس المكان، ويدرس في نفس المكان. وبالمناسبة كل مصاريفه علينا، يعني لا نطلب من أولياء الطلاب سواء غني أو فقير، لا نطلب منهم أي شيء. يعني بمعنى نقول لأوليائهم يعني أنت تخصص بنتك أو ولدك ابنك للعلم فهذا يكفي، يعني كإسهام لك كتضحية لك، والباقي إن شاء الله علينا. هكذا هذا من ناحية. ومن ناحية الأخرى، ناحية الأخرى يعني نعمل في العمل الطلابي، بمعنى الطالب سواء في الابتدائية أو سواء في الجامعة نرتب لهم حلقات دروس، نرتب لهم دورات، نرتب لهم أعمال يعني أنشطة ثقافية، أنشطة دعوية، أو كما أنشطة توجيهية بهذا المجال، ونؤهلهم يعني حتى يكونوا مختصين في مجالهم. بهذا المناسبة دكتور، كيف تقيمون استجابة العائلات أو الأهالي، أهالي الطلاب وكذلك الطلاب مع هذه المدارس، علما بأنها في السابق تعرضت إلى تشويه كبير جدا، وكان يقال أنها مدارس لا تخرج العلماء وكذا وكذا، إلى أن ثبت العكس وأصبح هناك كثير من العلماء والأطباء تخرجوا من هذه المدارس. المدارس الشرعية يعني حينما نستطيع أن نقيمها، المدارس الشرعية في الحقيقة مدارس نوعية خاصة بتركيا، يعني لا يوجد لها مثيل في العالم العربي أو العالم الإسلامي، إلا أن نستطيع أن نقول المدارس في موريتانيا، المحافظ الشرعية في موريتانيا، لأن النهج الثقافة وأساليب العمل في المدارس شيء آخر. على سبيل المثال الكتب في المدارس الشرعية عندنا كتب عربية، ولكن لغة الدراسة ليس اللغة العربية، بمعنى لغة الدراسة التركية أو الكردية أو أي لغة أخرى، يعني اللغة المحلية، ولكن الكتب العربية، بمعنى مثلا الفقه أو الحديث أو السنة أو النحو الصرف البديع المعاني، يعني كل كتب عربي، يعني كتب عربي. وفي المدارس عندنا يحفظ المتون، يعني على سبيل المثال عندنا في الصف الرابع يدرس في علم النحو ألفية ابن مالك، في النحو مع شرح إمام السيوطي بهج المرضية أو شرح ابن عقيل، فالطلاب يحفظون المتون يعني. فنرى هذا حتى بعض الإخوة العرب يستغربون هذا، يقول نحن لا نهتم بعلم النحو مثلكم، يعني عندنا لا يوجد أحد يعني في العراق أو في مصر أو في السعودية يحفظ ألفية ابن مالك على سبيل المثال. والنقطة الثانية، حينما نقيم المدارس أهلية 100%، يعني بمعنى ليس مدارس حكومية، لا يوجد جهة مراقبة أو يعين الشروط أو يحدد، يعني بمعنى أنت كعالم في قريتك في بلدك في مدينتك ترتب مكان، تهيب شيئا، وتستطيع أن تراعي كم من الطلبة، 3 10 100، فتحفظ، فيكون هذا 100% تحت تصرفك يعني. يعني بمعنى ليس مثل مدارس الحكومي، على سبيل المثال المدارس الحكومي لها الموازين، يعني مثلا يقول الدرس الحصة 40 دقيقة، فالمدرس ليس من صلاحيته أن يجعلها 30 أو يجعلها 50، أو مثلا يعني وزارة التعليم يعين يحدد المادة الفلاني مقدار الحصة أو كذا، ولكن هذا يتغير مدرسة من مدرسة إلى مدرسة ومن أستاذ إلى أستاذ.
للأسف هكذا يعني، بمعنى لا يكون لها المؤسسية. ولكن في السنوات الأخيرة الحمد لله المؤسسات الإسلامية اهتموا بالمدارس، نعم، فبمعنى هذا قربوا الوجوه يعني. يعني الآن المدارس عندنا أو المدارس عند المؤسسات الأخرى بيننا وبينهم تواصل، يكون استشارات، يكون أعمال متفقة، فالناس يستفيد بعضهم من بعض يعني، نعم، بمعنى نقول كيف ننتج عالما. وفي هذا الصدد يعني وجهتنا أو رؤيتنا للمدارس الشرعية عندنا نقول العالم الذي نريد أن نربيه أو يتخرج من عندنا يعني يلزم أن يكون عالما قويا في علوم الآلة وفي علوم الشرع. يعني هذا واحد من معايير النجاح. نقول كيف إذا هناك مواد دراسية أخرى علمية يعني مختلفة للطلاب، ليس فقط مواد شرعية. لا نعتبر يعني المدارس عندنا نقبل الطالب الذي أنهى الإعدادية. وهو حينما يسجل عندنا في مدرسة في مدارسنا في نفس الوقت نسجله في الدراسة الحكومية من بعد، الدراسة المفتوحة. فمعنى هذا الطالب يكون يدرس في نفس الوقت في مدرستين يعني. هو عندنا في المدرسة يدرس عندنا علم النحو، علم الصرف، علم الفقه، علم الحديث، علم الأصول، وفي نفس الوقت هو في ثانوية الأئمة والخطباء. نعرض دكتور صورة توضح برنامجكم نعم، لإعداد العلماء بهذه الطريقة وفق ما تفضلت بالحديث نعم عنه الآن. الآن الزملاء في الكنترول يعرضون هذه الصورة نعم، ولعلك تشرح مزيد من التفاصيل الخاصة بها. نعم، يعني حينما الإخوة يعرضون هذا نعم، أستطيع أقول هذا الطالب عندنا نعتبره هو مسجل في نفس الوقت في ثلاثة مدارس. هو في المدرسة الحكومية في الثانوية أو في الجامعة حسب سنه، بمعنى أنه في الجامعة يدرس الأدب التركي، التاريخ، الجغرافيا، الفيزيك، الكيمياء، هذه العلوم. وهو في نفس الوقت هو مسجل عندنا في المدرسة الشرعية، بمعنى أنه يدرس النحو، الصرف، الفقه، الشريعة، الحديث، علم الأصول. وهو في نفس الوقت عندنا في برنامج خاص، هذا البرنامج نقول برنامج إعداد وتأهيل العالم الرباني. هذا نكمل ما يأخذه يعني في المدرسة عندنا. والآن يعني نرى على الشاشة المواد نعم الذي نؤهلهم في هذا. فهذا الطالب أقصد حينما يتخرج من المدرسة، وبالمناسبة المدرسة عندنا 7 سنوات، يتخرج يكون هو متقن في علوم اللغة وفي علوم الشريعة، يعني نقول هذا عالم. النقطة الثانية هو يكون عنده إلمام بعلوم الدعوة، فنعتبره ناشط أو رجل أهل الدعوة يعني داعية كبير نعتبره هكذا. والنقطة الناس ثالث يعني في مقاييس النجاح، حتى نقول هذا نجحنا أم لن ننجح، يكون عنده اهتمام بشؤون المسلمين يعني. بمعنى نقول عالم في علوم الآلة وفي علوم الشريعة ورجل داعية، والنقطة الثالثة هو يكون إلمام اهتمام بأمور المسلمين، بمعنى يفهم يعني مجتمعه، يفهم ما يدور في العالم، القضايا في العالم الإسلامي، العالمية، القضايا التي يهم العالم الإسلامي، بمعنى يعني لا يكون عالما منقطعا عن المجتمع، يعني عالما يستطيع أن يفسر ماذا يحدث في الحرب بين أوكرانيا وروسيا على سبيل المثال، أو على الأقل ماذا يحدث في بلده، أو حينما يخاطب أفراد مجتمعه، يعني حينما يخاطب أهل جيرانه يفهمهم يعني. يعني على سبيل المثال قبل سنوات يعني فهم المجتمع شيء آخر، الآن في شيء آخر. الآن أهل جارك، حتى ابنك، حتى بنتك، حتى مثل أهل جارك، ابن جارك، يلزم أن تعلم أن هذا بمناسبة يعني التواصل الاجتماعي هو يتأثر من الذي يعيش في بريطانيا، في الهند، في أمريكا، وهكذا، فيفهم الأوضاع يعني. كنت سألتك دكتور عن استجابة الأهالي في تركيا، الناس، الشعب في تركيا، كيف يستجيب مع هذه المؤسسات وهذه المدارس؟ هل تشعرون أن هناك طلب أو هناك يعني رغبة واستجابة لهذه البرامج التي تقومون بها؟ في الحقيقة الحمد لله يعني يوجد استجابة قوية للشعب، يعني مهما يكون الظروف الشعب يعني اهتم بهذه المجال، بمجال العلم الشرعي. حتى في بعض الأوقات كانت ضغوط كبيرة من الدولة على الأعمال، مع هذا كان الشعب يهتم بهذا. أنا على سبيل المثال المدارس الآن الأعداد حينما نقارن بين 10 أعوام أو بين 20 سنة
يعني يوجد فرق كبير يعني في زيادة الأعداد. يعني أستطيع أن أقول يعني في 20 سنة يعني زادت عدد طلاب المدارس الشرعي بأضعاف أضعاف يعني. والنقطة الثانية ممكن نقول هذا في الدراسة الحكومية أيضا الإسلامية، أنا أقصد ثانوية الأئمة والخطباء ممكن نقول قبل 20 سنة كان عددهم أقل من 50,000. يعني أنا أتذكر في بداية 2000 كان عدد الطلاب ثانوية الأئمة والخطباء على مستوى القطر في تركيا تقريبا 50,000. الآن مع أنني غير متأكد من الإحصائيات الدقيقة، الآن أكثر من مليون وربع. يعني حينما تلاحظ بين هذا يعني ضعف مضاعف. مثلا في هذه السنة كان خريج ثانوية الأئمة والخطباء في الألف الأول تقريبا كانوا يعتبرون الثلث، يعني في الألف الأول الناجحين في الالتحاق بالجامعة، يعني بمعنى أكثر من 300 طالب كانوا ضمن الألف الأولى يعني من خريج ثانوية التخصصات. نعم. العلمية. نعم. والطبية وغيرها. وبالمناسبة يعني خريج ثانوية الأئمة والخطباء ليس شرط أن يكون إماما أو مفتيا. فالآن نرى خاصة المتفوقين يعني يلتحقون في الجامعة بكليات الهندسة بالطب. نعم. بالعلوم الاجتماعية وبمجالات مختلفة. نعم. للحديث بقية دكتور معروف تشيلك رئيس وقف الدعوة والأخوة في تركيا طبيب الأطفال، بعد فاصل قصير بحول الله، فابقوا معنا. تحية لكم من جديد أعزائنا المشاهدين، أهلا بكم إلى هذا اللقاء الخاص مع الدكتور معروف تشيلك رئيس وقف الدعوة والأخوة في تركيا وأخصائي طب الأطفال. مرحبا بك معنا. مرحبا بكم من جديد. الله. إذن تحدثنا دكتور في هذه المدارس برامجها التي تقوم بها واستجابة الأهالي في تركيا، الأعداد كبيرة جدا التي تدرس في المدارس الشرعية وفي مدارس الأئمة والخطباء كذلك. أثر هذه المدارس الشرعية ومراكز التحفيظ على الشعب الآن كيف؟ يعني نحن دائما نسمع أن هناك ما يمكن أن نسميه صحوة إسلامية في السنوات الأخيرة في تركيا، هناك بناء للمساجد بأعداد كبيرة، هناك مراكز تحفيظ تنشأ، هناك أعداد وأقبال كبير على تلك المدارس والمراكز. كيف يبدو الوضع؟ كيف تقيمونه؟ أنتم تعملون به بشكل يومي. نعم، جزاكم الله خيرا. يوجد في تركيا يعني حينما نتكلم عن الدراسة الإسلامية أو إعداد العالم الشرعي يوجد اتجاهان، يعني أولا الاتجاه الحكومي بمعنى المدارس الحكومية والمؤسسات الحكومية، ثانوية الأئمة والخطباء، كلية الإلهيات أو كلية الدراسات الإسلامية، وفي نفس الوقت معها أعمال إدارة الشؤون الدينية، يعني وقف الشؤون الدينية أعمال الديانة، هذا في زاوية. وفي الزاوية الأخرى يوجد الأعمال الأهلية. نعم. هذا الأعمال الأهلي مثل المدارس الشرعي، مثل المؤسسات الإسلامية الأهلية، مثل الأوقاف، الجمعيات الإسلامية هكذا. في الحقيقة حينما نقيم يعني ممكن لكل نستطيع أن نقول لها سلبيات وإيجابيات. أنا على أقول على سبيل المثال المدارس الشرعية أو الأعمال الإسلامية للمؤسسات الأهلية ينقصها المؤسسية، هذا مشكلة كبير يعني. وهذه الأعمال يكون أعمال متفاوتة من مؤسسة إلى مؤسسة، يعني من مؤسسة إلى مؤسسة فيه تفاوت كبير يعني. أنا كما شرحت يعني مثل عالم هو يرتب مدرسة صغيرة وهو يكون المدرس وهو يكون كل شيء يعني. في بعض الأحيان عندنا المدرس يكون كل شيء، يعني هو الذي يدرس، هو الذي يراعي شؤون الطلاب، هو الذي يعني يراعي تأمين مصاريفهم، كل شيء عنده. فمعنى هذا هو يعني يفعل كل شيء يعني، بمعنى لا يكون واحد يراقبه، يحدد له، يوقفه. ليس هناك عمل مؤسساتي، ليس العمل مؤسسي أو ليس يعني. لا يوجد مثلا معايير للنجاح تغير من مؤسسة إلى مؤسسة. وفي الناحية الأخرى يعني الأعمال الحكومية أيضا في الحقيقة كان ينقصها أيضا بعض الأمور. مثلا على سبيل المثال هنا مؤسسية قوية صحيح، ولكن هنا ضعف في العلوم الشرعية. يعني في السابق كنا نرى واحد أستاذ في الحديث في الجامعة ولكن ليس عنده العلم العربي، يعني ليس عنده اللغة العربية. كيف نقيم هذا؟ ترى هذا أستاذ في علم التفسير
ولكن ليس عنده اللغة العربية. يعني كله له إيجابيات وله سلبيات يعني. لكن هذه كلها بدأت أعراضها أو نتائجها تظهر. نعم، ولكن في السنوات الأخير يعني الذي يحمد عليه ماذا حدث؟ حصل شيء من الجمع بينهما، بمعنى الذي يدرس في المدارس الشرعية على سبيل المثال، أنا أقول عن تجربتنا في المؤسسة وقف الدعوة والأخوة، الطالب عندنا هو في نفس الوقت مسجل في ثانوية العلم والخطبة. فمعنى هذا حينما هو يتخرج من عندنا، يتخرج من كلية الإلهيات أو من كلية الدراسات الإسلامية، فمعنى هذا هو أخذ عندنا وأخذ من الحكومة أيضا، فهذا بعد هذا يلتحق بالجامعة يكون أكاديمي أو يكون عالم شرعي. فالآن نرى على سبيل المثال أستاذ جامعي، أستاذ قوي عنده العلم الشرعي، عنده إلمام بالدعوة، علوم الدعوة، هو داعية كبيرة، وفي نفس الوقت عنده هذا يعني البعد الأكاديمي أيضا. يعني يعني النجاح الكبير أستطيع أن أتكلم عنه هو هذا الجمع بينهما. في الحقيقة في السابق كانوا يقولون في كلية الإلهيات أو مثلا في وقف الديانة، في الديانة كانوا يقولون ما حينما ترى عالما كبيرا أو داعيا كبيرا وعنده الإخلاص وعنده التقوى، كانوا يبحثون هل له علاقة، هل له بعد علاقة مع المدارس الشرعية، فترى أنه استفاد منهم. يعني بمعنى هو حينما كان يقرأ كلية الإلهيات كان في نفس الوقت يذهب إلى عالم يأخذ منه علم الحديث، علم التفسير، علم الأصول أو علم النحو، كان يكمل دراسته بهذا المجال. في الحقيقة هذا نجاح كبير، ونرى أثرا هذا الآن حينما نقول يعني ترى أستاذ في الجامعة، أستاذ في علم التفسير أو في علم الحديث أو في علم التاريخ على سبيل المثال، ترى عنده هذا يعني البعد الدعوي. نعم. يعني نعم البعد الدعوي هذا شيء مهم. البنية التحتية للعلوم الشرعية وعلوم اللغة أيضا وهذا شيء مهم، فحصل تكامل كبير يعني نستطيع أن نقول هذا. وأقصد هنا مثلا على سبيل المثال ثانوية الأئمة والخطباء أو كلية الإلهيات أيضا، هم أيضا طوروا مناهجهم. يعني يعني أنا أستطيع أن أقول خريج كلية الإلهيات قبل 10 سنوات أو ممكن قبل 15 سنوات حينما يتخرج كان يكون ليس عنده شيء من العربية، كلمات قليلة جدا. يعني الآن بعض كلية الإلهيات خريجهم يستطيع أن يعبر عن نفسه، يتكمل يعني يتكلم بسهولة. أو مثلا حينما يعني يذهب إلى محاضرة أو إلقاء باللغة العربية لا يحتاج إلى مترجم، فهذا في الحقيقة نجاح كبير يعني تفوق كبير. أنت ركزت في حديثك دكتور أكثر من مرة على أهمية تعلم اللغة العربية بالنسبة لطلاب المدارس الشرعية أو الأئمة والخطباء، وهذا في الحقيقة أمر غاية في الأهمية. ما هي دوافع تركيزكم على اللغة العربية بهذه الطريقة على 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 الرغم من علمنا باعتزاز الأتراك بلغتهم التركية؟ صحيح، يعني صحيح، يعني كل شعب يعتز بلغته بتقاليده بعاداته، ولكن حينما نتكلم عن الشعوب الإسلامية يعني الذي يوحدهم يعني واحد منهم هو اللغة العربية. يعني أقصد يعني الناس سواء هذا عربي أو كردي أو تركي أو فارسي أو من أي يعني قومية، يرى اللغة العربية لغته، يعني لغته الذي يوحد بينه وبين بين الملل الأخرى. يعني بمعنى هذا يعني أنتم كمسلم يعني تحب دينك فتحب لغة دينك. يعني يعني اللغة العربية بالنسبة لكل المسلمين لغة قرآنهم، لغة حديثهم، لغة تاريخهم. يعني يعني مهما يكون، مهما يتطور أعمال الترجمة، مهما يقول واحد يقول يعني ترجم كل التفاسير، كل كتب الحديث، مهما يكون للقرآن الكريم مئات يعني التراجم، فهذا لا يعني لا يغنينا عن اللغة العربية. وفي الحقيقة يعني أنا حينما أرى الشعب التركي بشكل عام عندهم حب عميق للغة العربية والقرآن الكريم. يعني أقول هذا مثلاً، يوجد ثقافة قوية في تركيا، ثقافة تحفيظ القرآن الكريم، والآن يعني تقريبا يقول عدد حفاظ القرآن الكريم في تركيا المسجلين، يعني المسجلين رسميا تقريبا 250,000. يعني والناس حتى الناس البسطاء يعني كانوا يقولون مثلا، تفكر واحد مسن عمره 80 سنة
ويكون عنده طفل 12 سنة كان لا يطول قدمه عنده، يقول هذا ليس طفل، هذا حافظ القرآن الكريم. فكان أما أنه يحترم القرآن الكريم، يحترم هذا الذي يحفظ القرآن الكريم. أو حتى عندنا يعني نرى يعني ثقة للعالم، العالم عندنا يعني ليس مختص، كان تقول هذا مهندس، هذا طبيب، هذا صحفي، لا، العالم الشرعي له شعبية قوية بين الناس، يعني هو الذي يصلح بين الناس، هو الذي يدير الخلافات بين الناس، هو الذي يتوسط عند الناس، هو الذي يعني له كيف كيف حافظت تركيا أو حافظ العالم على هذه الصورة في أذهان الناس على الرغم من تيار العلمنة الذي حصل خلال العقود الماضية دكتور؟ صحيح، يعني نستطيع أن نقول يعني منذ تأسيس الدولة الجديدة، الجمهورية الجديدة بعد انتهاء العهد العثماني، نعم الجمهورية لها مبادئ يعني، ولكن للأسف يوجد أنا أقول لها مبدأان فقط يعني. المبدأ الأول القومية، يركز على القومية التركية فقط، بمعنى يكون يعني يتابع سياسة التتريك في تركيا. والنقطة الثانية هذه العلمانية، والهدف من العلمانية هو ليس فصل الدولة عن الدين أو فصل الدين عن الدولة، هو كان الهدف إبعاد الناس عن الدين. فلنرى يعني في السنوات الأخيرة في تأسيس الجمهورية ماذا فعلوا، حتى منعوا تعليم القرآن الكريم يعني، منعوا الحروف العربية يعني، منعوا تعليم الألفباء يعني بشكل عام، وبقي هذا سنوات طويلة حتى منعوا الأذان باللغة العربية يعني اشترطوا على الناس، على المؤذن، على الإمام أن يكون الأذان بترجمة يعني، ليس لا يكون باللغة العربية بشكله الأصيلة. ولكن مع هذا الناس طغوا على هذا القرار يعني، قرارات الجائرة، فحفظوا هذا يعني، نقول بمعنى أنهم حفظوا إسلامهم يعني. يعني فالناس نظرة الناس للغة العربية ليس لغة العرب، لغة الإسلام، لغة يعني بشكل هكذا. نعم في السنوات التي كانت يوجد ضغط كبير العلماني في العهد، الحكومات العلمانية كان ضغط كبير على الأعمال الإسلامية. أنا أقول لكم على كمثال يعني، قبل عهد العدالة والتنمية في تركيا كانوا أصدروا قرارا بمنع تدريس البنت أو البنات قبل العمر 14 القرآن الكريم. تلاحظ أنت كأب أو كأم تريد أن تدرس بنتك القرآن الكريم، كان هذا ممنوع يعني لك، يجب أن تكون فوق 14. نعم، تأخذ بيد ابنك، تذهب إلى إمام المسجد، تطلب منه أن يدرسه القرآن الكريم، فيقول والله هذا ممنوع قانونيا يعني، لو أعلم بهذا سيكون علي غرامة أو سيفصلونني عن وظيفتي يعني. تلاحظ هذا يعني، أنت كأب أو كأم يعني ترسل بنتك أو أبك يعني إلى أي قرص يعني، لأي عمل لا يوجد عليه منع، ولكن منع القرآن الكريم يعني، ما يقولون دع ابنك. لكن هذا ليس موجودا الآن. لا الحمد لله، الحمد لله الآن يوجد العكس يعني، مانع العكس. أنت حينما تذهب بابنك أو بنتك إلى إمام المسجد تطلب منه أن يدرسه القرآن الكريم، يعلمه دينه، فالإمام حينما يعمل هذا، يفعل هذا، سيأخذ أجرة المدرس يعني، مثل المدرس كان يقول أنا، الإمام يقول يعني، يكتب هذا، يقدم طلب لوقف الديانة، يقول أنا أدرس في مسجدي 15 أو 20 شخصا، أدرسهم القرآن الكريم بعد صلاة العصر، بعد صلاة الظهر، أو في أي وقت، فهو يأخذ من هذا الأجر يعني. والنقطة الثانية الآن، وقف الديانة يعني شيء محبوب وشيء مقبول، جزاهم الله خيرا، هم يشترطون على الأئمة في الصيف يعني تدريس القرآن الكريم يعني. الإمام في الصيف لا يستطيع أن يأخذ إجازة، لا يعني ضروري عليك أن تدرس أهل الحي، الناس يرسلون أبنائهم إلى المسجد. مبادرة طيبة. لا مبادرة طيبة، الحمد لله يوجد على العكس يعني، يوجد الآن ترحيب وتوجيه، اهتمام نعم العكس يعني. دكتور ما تفضلت به ينقلنا للحديث عن التوجهات والتيارات الفاعلة والمؤثرة في تركيا. ما أبرز تلك التوجهات والتيارات الفاعلة، وهل جزء منها هذه الأوقاف الإسلامية والتيارات والحركات الإسلامية أم لا؟ يعني في تركيا بشكل عام يعني التيارات العامة في تركيا التي تؤثر الشعب بشكل عام، أولاً نقول هذا الإسلام التقليدي بشكل عام، الناس تقلدوا بعض الأمور من آبائهم، من أمهاتهم، ممكن نقول هذا يطغى، توارثوها يعني شيء توارثي، هذا يكون في كل دولة يعني. أنا حينما ذهبت إلى أفريقيا، ذهبت إلى تشاد، إلى صومالي،
ذهبت إلى يمن رأيت نفس الشيء، يعني الناس توارثوا شيئا، يعني هذا حقيقي، يعني هذا توارثه من عائلته، من أبيه، هو من أبيه هكذا. ولكن التيارات العاملة على الساحة في تركيا أستطيع بشكل عام، أولا الطرق الصوفية، يعني التصوف، الطرق الصوفية في الحقيقة لها أثر قوي، يعني يوجد كثير من المؤسسات، يعني سواء مؤسسة أو سواء طرق صوفية لهم أعمال يعني ضمن الشعب ولهم قبول، يعني هذه أول. النقطة الثانية بعدها تقول التيارات جماعة النورسي، تعرفون أستاذ سعيد النورسي رحمه الله عالم كبير، يوجد الآن في تركيا ما يقترب من 30 جماعات، يعني يتبع يعني يعني كما يقال يعني 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 تحمل فكرة، تحمل فكرة هو يهتم بفكرة رسائل الإمام رسائل النور، وهو يقول أنا يعني من طلاب سعيد النورسي هكذا. مع هذا يوجد عندنا قول ملي قرش، يعني ملي قرش المرحوم نجمة الدين أربقان رحمه الله، وأيضا يعني التيار فكر الإمام البنا حسن البنا، التيار الإخواني بمعنى كتب إمام حسن البنا، كتب الأستاذ سيد قطب. ومع هذا العلماء في العالم الإسلامي الذي كان لهم تأثير على يعني على ليس على قطرهم فقط، على العالم الإسلامي بشكل عام، أقصد المرحوم المودودي رحمه الله، محمد إقبال من باكستان من الهند، والعلماء الآخرون أيضا. نقول هذا الوعي السياسي أكثر، يعني الوعي السياسي أكثر. بالمناسبة مثل كتب المرحوم المودودي يعني ترجم إلى اللغة التركية منذ سنين، يعني يعني أستطيع أن أقول لا يوجد في تركيا مكتبة لا يوجد فيها في ظلال القرآن الكريم تجربة باللغة التركية. يعني كتب الإمام حسن البنا ترجمة إلى اللغة التركية منذ الخمسينات، يعني يعني إلى اللغة التركية، كتب سيد قطب هكذا. وخاصة يعني ملي قرش، يعني جماعة المرحوم نجمة الدين أربقان رحمه الله، يعني هذا قريب من فكر الإخوان أو بشكل عام الإسلام الشامل الذي يفهم الإسلام بشكل عام. وهذا التيار لها قبول عند التيارات الأخرى، يعني شيء مهم. يعني الحركات الصوفية أيضا والحركات جماعة النورسيين أيضا، يعني أقصد يوجد بعض التيارات بينهم يعني مشاكل، يعني لكن بشكل عام بين التيارات التي تفضلت بالحديث عنها، نعم، هل يوجد قواسم مشتركة بمعنى أنها يعني هناك ما يجمعها من القواسم أكثر مما يفرقها؟ لا يوجد قواسم مشتركة أكثر، يعني في الحقيقة في القواسم مشتركة، يعني أقصد في تركيا مثلا جماعات تيارات النورسيين تعمل في مجالها، التيارات على سبيل المثال الطرق الصوفية في مجالها، ويوجد بينهم يعني نقاط يعني قواسم مشتركة كثيرة جدا. نعم. في السابق للأسف كان المؤسسات الإسلامية كل واحد يعمل في مجاله فقط وليس له علم عن الآخر، فكان يكون بعض الأمور غير محمودة. ولكن الآن الحمد لله يوجد تقارب كبير بين المؤسسات الإسلامية، يعني أقصد نعم يوجد بعض التيار، مثلا التيار السلفي للأسف، التيار السلفي بشكل عام تعامله مع الآخرين سيء، يعني فالناس فالآخرون أيضا لا يقبلون. ولكن أنا كما قلت مثلا التيار الفكر الإخواني، فكر الإمام حسن البنا أو سيد قطب بشكل عام يوجد قبول عند الآخرين أيضا، لأن يعني لا يوجد مانع، يعني هو أيضا كما يقول حينما يقول حسن البنا يعتبره عالم كبير داعية كبير. يعني أقصد مثلا الصوفي، يعني أهل التصوف الطرق الصوفية يرى عنده أيضا التصوف، يعني البنا يعني صحيح، ويوجد عنده أيضا البعد التصوفي بشكل عام هكذا. إذن دكتور الحديث بقية بعد إذنكم بعد فاصل قصير إن شاء الله، نستكمل ما تبقى من المحاور والنقاط، تفضلوا بالبقاء معنا. مرحبا بكم من جديد أعزائنا المشاهدين إلى هذا اللقاء الخاص مع الدكتور معروف تشيلك، رئيس وقف الدعوة والأخوة في تركيا وأخصائي طب الأطفال. مرحبا بكم معنا دكتور. مرحبا بكم جديد. إذن توجهات تيارات فاعلة مؤثرة كما تفضلت في تركيا، وهذه طبعا لها انعكاساتها ربما السياسية، يعني بعضها الآن بالمفهوم العام يعني حزب العدالة والتنمية له خلفية إسلامية، وبالتالي هو الذي يحكم البلاد منذ أكثر من 20 عام، ويتهيأ لانتخابات قادمة ربما بعد أقل من نصف عام ستكون انتخابات حاسمة. بالمناسبة دكتور بودي أن أسأل عن
مستقبل تركيا في ضوء التحديات الداخلية والخارجية التي تواجهها، سواء في إقليمها في العالم أو حتى بعض التحديات الداخلية الموجودة هنا؟ نعم، تقريبا بعد 7 أشهر سيكون انتخابات هكذا ننتظر. وللأسف الآن في تركيا يوجد أزمة اقتصادية، وكما هو موجود في العالم أيضا، يعني في تركيا أيضا نحن نشعر بهذا أكثر. هذا أيضا ينتظر أن يكون لها تأثير يعني خاصة على الانتخابات المقبلة. نعم، العدالة والتنمية تقريبا 20 سنة في الحكم، وهو منذ تأسيس الجمهورية إلى الآن هذا يعني كما نقول نجاح قياسي يعني. نعم، لم يتكرر يعني. السيد أربكان يعني السيد أردوغان يعني مكث في الحكم أكثر من أتاتورك، أكثر من إسمت إينونو أو من الرؤساء القديم. والعدالة والتنمية أيضا حتى الآن لا يوجد حزب يعني بقي في الحكم يعني هكذا بهذه المدة الطويلة. نعم، حتى على مستوى العالم يقال بأنه من أكثر الأحزاب. نعم يعني هذا شيء قياسي. وفي الحقيقة يعني الحزب يمكث في الحكم في فترة طويلة، الناس سيسأمون عنه، الناس يكون عندهم شكاوى ويكون عندهم أشياء كثيرة. أنا لا أستطيع أن أتكلم في هذا المجال كسياسي أو كمعلق سياسي، ولكن أقول نقول شيء من هذا حتى يعني يطمئن الإخوة في العالم الإسلامي، حتى يطمئن الإخوة العرب الموجودون في تركيا. انتخابات تركيا ليس مثل انتخابات الدول العربية. يعني عندنا في السابق أيضا، أنا أتذكر حينما كان السيد أردوغان رئيس الوزراء، واحد من الإخوة العرب سألني قال استغرب هذا، يعني يقولون في الصحافة هو لا يستطيع أن يقرأ بنته في الجامعة في تركيا فيضطر أن يرسلها إلى أمريكا. شيء غريب يعني أنت تكون رئيس وزراء ولا تستطيع أن تقرأ بنتك في الجامعة في دولتك التي أنت ترأسه بسبب الحجاب يعني. قلت لا يعني لا تقيسوا تركيا بالدول العربية، يعني هذا يكون رئيس الوزراء بمعنى يكون كل شيء. يعني تركيا نستطيع أن نقول مع ما يكون عليها اعتراضات يكون عليها شكاوى، دولة مؤسسية بمعنى أنت صرت والي المدينة محافظ المدينة، صرت رئيس الوزراء، صرت رئيس الجمهورية، بمعنى أنت لسه صرت القوانين، صرت كل شيء يعني. يعني أقصد يعني حينما يعني بعد الانتخابات لا قدر الله أنا هكذا أقول، يعني حينما العدالة والتنمية تخسر الانتخابات يأتي تحالف علماني، ليس بمعنى هذا يقضوا على كل شيء يعني، لا. نعم هم سيضغطون على الأعمال الإسلامية، سيضغطون على الإخوة العرب المقيمين في تركيا، أن نقول الضيوف العلماء، ولكن مع هذا ممكن نقول نستطيع أن نقول لهم يعني يطمئنوا، يعني يكون فيه صعوبات، ولكن نعم مع هذا يكون حينما نقارن هذا بالدول الأخرى من يتغير كل شيء. أنا كما قلت دولة يعني نعم أنا كمؤسسة أقول الآن لا يوجد ضغوط علينا، حتى ممكن ترحيب بنا يعني في الأعمال الإسلامية الخيرية، ولكن ممكن يأتي حكومة علمانية يضغط عليك يعني، ولكن مع هذا أنت تزاول تمارس عملك قدر الإمكان تفعل هكذا. ومهما يوجد الآن يوجد عنصريون يشوشون بعض الأمور، ولكن مع هذا أنا أستطيع أن أقول الحمد لله الأخوة الإسلامية يعني لها قيمة كبيرة بين الأفراد بين الشعب التركي. ما تزال علاقة الأتراك بالعرب دكتور قوية ومتينة ببعدها الشعبي على وجه الخصوص؟ نعم. صحيح. على الرغم من كل هذا التشويه الذي حصل. نعم أستاذي، مثلا أنا أقول لكم مثلا يوجد دولة مجاورة لتركيا، دولة اليونان، وتركيا حارب مع اليونان أكثر من مرة. نعم. مع هذا لا توجد في ثقافة الدولة العلمانية شيء يضر باليونان يعني، حتى يوجد عكسها يعني. مثلا حينما في الثقافة التركية حينما تكون الجار أول ما يفهم منه دولة اليونان، جار عند فيه صداقة فيه حب يعني ود يعني، تقول جاري مثلا يعني، يقول مثلا قومشو كلمة تركية بمعنى الجار، حينما يقول قومشو قومشو دولة لا يفهم منه سوريا، لا يفهم منه العراق، لا يفهم منه إيران يعني، تفهم اليونان، تفهم يعني. لماذا؟ لأن العلمانيين مع أنهم حاربوا اليونان أكثر من مرة، ومع أنهم يوجد مظالم يعني حتى التعبير مظالم يونان، مع هذا ماذا العلمانيون يعني يفعلون؟
يحاولون لكن التقرب. لكن أنتم لكم رأي مختلف كما أعرف دكتور. نعم. عن بعض الجيران بين قوسين للعالم العربي والإسلامي مثل. نعم. على سبيل المثال إيران. إيران تعد جارة لتركيا وغيرها. نعم. من الدول المنطقة، لكنها فعلت في المنطقة ما لم تفعله. نعم. تاريخيا دول أخرى من. صحيح. الاحتلالات التي مرت على المنطقة. من فضلك ما موقفك في هذا الموقف؟ من فضلك أكمل هذا وأتي إلى هذه النقطة إن شاء الله. أنا أقصد أن العلمانيون دائما حاولوا التقرب، التقريب، تقريب وجهات النظر بين الحكومة، بين الدولة التركية والدولة اليونانية، وبين الشعب التركي والشعب اليوناني. نعم. يعني هكذا. ولكن للأسف ماذا فعلوا دائما في الثقافة؟ حاولوا أن يضروا بسمعة العرب. لماذا؟ كانوا فهموا العرب يقرب الناس إلى الإسلام، فالناس الشعب التركي المواطن البسيط على سبيل المثال، المواطن العادي، يعني يكون عنده حينما يقول مثلا، عندنا تعبير باللغة التركية يكون عرب ساتشي، بمعنى يعني شعر العرب. ما معنى ذلك يقصدون بهذا؟ الأمر المعقد. حينما يكون أمر صعب معقد لا تستطيع أن تخلو، يكون صار هذا مثل عرب ساتشي. يعني دائما حاولوا يعني سياسة الكراهية ضد العرب، يعني العلمانيون، ولكن الإسلاميون بشكل عام والمواطن العادي والشعب التركي بشكل عام هو يعتبر يعني غيره أيضا إخوة له في الدين. نعم. العرب حتى عندنا ثقافة المهاجر والأنصار، يعني حينما بدأت أحداث العالم العربي وأحداث سوريا وغيرها. نعم. كذا. نعم. حينما جاء المهاجر من العراق، من سوريا، من الدول الأخرى، قالوا هذا يقول ضيفي، يعني يعني ضيفي هكذا قال، أو قالوا نحو. نعم. هو أنصار بالنسبة لي يعني. نظرا لضيق الوقت دكتور. نعم. لو سمحت لي نعود إلى النقطة التي. نعم. سألتك عنها الآن. نعم. وعن رأيك في هذا الموضوع المتعلق بما تفعله إيران في المنطقة. نعم. تجاه بعض الدول. نعم. العربية. يعني أساسيا نحن كمسلم يعني مهما يكون لنا شكاوى ضد الدول الموجود، في الحقيقة أنا لا أعبر، لا أستطيع أن أقول أي دولة يمثل الإسلام. نعم. كل الدول الموجودة على الساحة، هذا بعد اتفاقية سايكس بيكو. ولكن مع هذا يعني مع أنا لا أحترم الدول، سياسات الدول، لأنهم يتبعون الدول الموجودة على الساحة للأسف، يتبعون أمريكا، يتبعون فرنسا، يتبعون إنجلترا، بريطانيا، كذا. يعني الدول لا تمثلنا، يعني لا تعبر عن ما عندنا. ولكن مع هذا نحن نريد أن الدول الموجودة يتقرب بعضهم إلى بعض، يعني ينهوا خلافاتهم. نعم. أو الشعوب على الأقل، يعني الشعب السوري لا يرى نفسه منفصلا عن الشعب التركي، أو التركي. نعم. لا يرى نفسه منفصلا عن الشعب العراقي. ولكن حينما تكلمتم عن إيران للأسف هناك يوجد وضع سلبي جدا جدا. يعني أنا أستطيع أن أقول هكذا، نعم الآن يعني المآسي الموجود في العالم الإسلامي نستطيع أن نقول معظمها تأتي من إيران. نعم نحن نكره نظام أسد على سبيل المثال، بشار الأسد، ولكن من الذي خلفه؟ من الذي يدعمه؟ هو إيران. يعني من الذي خرب العراق؟ من الذي خرب العالم الإسلامي؟ من الذي أضر باليمن، جعله في هذه أتى به إلى الهاوية؟ هو إيران في الحقيقة. يعني إيران نعم في بعض الأحيان نقول نحن الشيعة أيضا إخوتنا وهم مسلمون، نعم لا يوجد هنا ملاحظة، ولكن حينما ننظر إلى الواقع، نأتي إلى أرض الواقع، نرى الذي يقتلنا هو إيران، يعني أكثر من الإنجليز، من البريطاني، من الفرنسي، من الأمريكي. يعني يعني من الذي دمر العراق، دمر سوريا، من الذي خرب المنطقة؟ وفي الحقيقة نحن كمسلم يعني حينما ننظر الأوضاع أولا ننظر من نقطة الإنسان، يعني من نقطة الإنسانية. هذا إنسان كما يقول سيدنا علي رضي الله عنه، هذا إن لم يكن أخي في ديني فهو أخي في الإنسانية. بعدها نقول هذا مسلم، نفتخر بهذا. بعد هذا حينما كلما يقترب إلينا نقترب أكثر، نقول هذا مسلم، هذا من أهل السنة والجماعة فنرحب به أكثر. أو حينما يعني كلما يقترب. نعم. أنا لا أستطيع أن أصور يعني كيف يقول الدمار هكذا، التخريب هكذا، القتل هكذا، التشريد هكذا. يعني يعني المدن الذي يعني جعلت بيد عصاباتهم، التخريب، التدمير، التشريد الذي حدث لم يفعله الأمريكان، يعني لم يفعله الإنجليز، يعني في الحقيقة هكذا. يعني نعم. يعني يلزم يعني نحن كمسلم، كمؤسسات أو كشعوب، يعني يلزم أن نكون يقظين تجاه يعني سياسة إيران، وخاصة هذا سياسة التشييع وسياسة التخريب في المنطقة، وسياسة أن يكون لهم اليد العليا في كل شيء. وفي الحقيقة يلزم أن نعي هذا. الغرب أيضاً
يعني كما أنه يمسك بنا يطلق يده منه. هذا الشيء يعني يلزم أن نفهمه هكذا. يعني يعني مهما يقول أمريكا الإيرانيون أو توابع إيران الموت لأمريكا، لا، في الحقيقة هم يعملون مع أمريكا. نعم. يعني نعم. يعني أمريكا لا يسمح يعني بالعمل أهل السنة والجماعة أن يكون لهم وجود، أن يكون لها قوة في المنطقة، ولكن نعم. في نفس الوقت يسمح لإيران، يسمح لإيران يعني يفتحون مجالهم، يفتحون أمامهم. ضاق علينا الوقت يعني مضى بسرعة الوقت. نعم. شكرا دكتور معروف تشيلك، رئيس وقف الدعوة والأخوة في تركيا، أخصائي طب الأطفال. أتمنى لك التوفيق إن شاء الله ولكم في الوقف، وشكرا لكم على طيب المتابعة أعزائنا المشاهدين في هذه الحلقة، وهذه تحيات فريق العمل. شكرا دكتور، تذكروا دائما إن ينصركم الله فلا غالب لكم. السلام عليكم.